صباح الخير، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله كل بخير. خلينا نبلش المحاضرة عادي لأنه الوقت ما يكفينا. اليوم راح نحكي عن دنتال بلاك. إحنا حكينا بالمحاضرة السابقة عن examination of periodontal disease. هسه من نجي اليوم راح نشرح على البلاك باعتباره هو نقول السبب الرئيسي بالبريودنتال ديزيز اللي راح تمر علينا، فلازم نعرفه شنو هو، شنو اللي يسوي، شنو الباثوجينيسيز مالته، شلون نتعامل وياه، فنحكي عليه ان شاء الله اليوم. من اريد اعرف الدنتال بلاك اقول هو يلو جريش ديبوزيت. دنتال بلاك هو ديبوزيت على التوث سيرفيس. هذه الديبوزيت تتكون من بايوفيلم، هاي البايوفيلم ادهيرنج تيناسيوسلي للتو سيرفيس. تيناسيوسلي يعني الادهيرنج مالتها يكون عنيد قوي، يعني ما اقدر اوخرها مثلا بالماي او بالسبراي او بالرنسينج، ما تروح، تكون كلش ادهيرنج للتو سيرفيس. اذا الدنتال بلاك هو يلو جريش ديبوزيت from the biofilm adhering to the tooth surface وحتى للهارد سيرفيس الموجودة بالأورال كافيتي، يعني مثلا الريموفابل والفيكس ريستوريشن. دنتال بلاك هذا الديبوزيت يتكون من مايكرو أورجانيزم، انترسيلولار ماتريكس وسيلز مثل الابيثيليال سيلز والليفوسايتس ماكروفاج، هاي اللي تجي من الهوست تيشو. ايضا ايش عنده؟ عنده اكسترا سيلولار ماتريكس. Extracellular matrix هي اللي تخلي impossible to remove the plaque أو biofilm by rinsing أو use of spray. إحنا قلنا إنه البكتيريا هي الإتيولوجي. الإتيولوجيك فاكتور البرايمري للبريودنتال ديزيز هي البكتيريا، فتقريبا 500 نوع من البكتيريا راح نشوفها موجود بالدنتال بلاك، وكلها كل نوع منهن لها فد يعني باثوجينيسيتي معينة اللي راح تؤدي إلى البريودنتال ديزيز. هسه خلينا نحكي على البايوفيلم اللي قلنا تتكون منه او يتكون منه الدنتال بلاك. البايوفيلم هي عباره عن كوميونتي من المايكرو اورجانيزم، يعني انديفاينبل كوميونتي من المايكرو اورجانيزم. بيها قلنا احنا البكتيريا الموجوده بالبلاك هي اكثر من 500 نوع، فالبايوفيلم هي انديفاينبل مايكروبيال كوميونتي يكون وين موجوده؟ على التوث سيرفيس وحتى قلنا الهارد ستراكشر. البايوفيلم بيها ماتريكس enclosed يعني خلينا نقول هي اللي هاي الماتريكس هي اللي تحتوي هاي الكوميونتي او البوبوليشن من المايكرو اورجانيزم، تكون adhere to each other وبعدين adhere to the tooth surface. هاي البايوفيلم ايش تطيني أدها على السيرفيس مالتها كومبوننت مثل ايش؟ مثل الانتيجينز اللي هي تحفز لي الاميون ريسبونس مال الهوست، وايضا تفرز من عندها اندوتوكسينز اللي راح تحفز لي الانفلاماتوري ريسبونس، وبالنهايه كله اللي يؤدي لي الى التشو دامج. احنا قلنا الدنتال بلاك يتكون من بايوفيلم اللي هي قلنا كوميونتي من مايكروبس تكون undefinable، فممكن انه نعرف الدنتال بلاك هو
يعني considered to be biofilm of complex and dynamic microbial community. البايوفيلم منين تتكون؟ مثل ما حكينا قبل شوية بيها مايكرو أورجانيزم تقريبا يعني من البكتيريا 15 إلى 20% من الفوليوم مالت البايوفيلم هي كولونيز من البكتيريا. وين يعني مترتبة أو ديستريبيوتد هاي الكولونيز بالماتريكس أو هسه اللي راح ناخذها من المحاضرة هي الجلايكوكاليكس. جلايكوكاليكس هذه تقريبا الفوليوم مالتها يكون 70 إلى 80%. فهسه البايوفيلم فيها بكتيريا 15 إلى 20% وماتريكس أو جلايكوكاليكس 70 إلى 80%. من الصغير البايوفيلم ثيك يعني يزيد الثيكنس أو اللايرز مالت البكتيريا الموجودة بيها، راح نشوف إنه أكو صارت بيها ووتر كانالز مثل السيركوليتوري سيستم. يعني هاي الكانالز يمر من خلالها النيوترينتس واذر ايجنتس يعني بين الكولونيز مال البكتيريا عندها في السيركوليتوري سيستم. زين الفانكشن مال البايوفيلم تعتمد على الافضلتي اوف مايكرو اورجانيزم الموجوده بيها to communicate with one to another. زين هذه الاكتيفيتي شو نسميها؟ نسميها بال كوارم سينسينج. شنو الكوارم سينسينج؟ الكوارم سينسينج البكتيريا تفرز فد سيجنال معينه، تفرز سيجنال معينه من السطح مالتها. هذه السيجنالز راح تبقى تتجمع بهذا الانفايرمنت مالت البايوفيلم. زين راح تحفز لفد ريسبونس بنفس السيرفس مالت البكتيريا، بحيث راح يصير فد تشينج بالاكسبريشن مال جينات معينه موجوده على السيرفس مال البكتيريا. زين من توصل احنا قلنا انه الكوارم سينسينج هو عبارة عن سيجنالينج تطلع من السيرفس مالت البكتيريا، تبقى هاي السيجنالينج اكيوميليت على السيرفس مالت البكتيريا، راح توصل فد كونسنتريشن معين او ثريشولد معينة راح تخلي بهذا خلينا نقول الكريتيكال ثريشولد ان الكونسنتريشن مال هاي السيجنالينج راح يصير في تشينجز بال يعني الاكسبريشن مال جينات معينه موجوده على السيرفيس مالت البكتيريا. زين هذا العملية أو هذه الإكسبريشن أو تشينجز اللي يصير بالسيرفس مالت البكتيريا هو اللي راح يحفز لي الكوميونيكيشن بين البكتيريا والبكتيريا المجاورة إلها، بحيث تتجمع يسوي لي البايوفيلم كولونيز. اكو يعني احنا عالك السيرفيس مو بس البلاك نلقاه، اكو اذر ديبوزيتس موجودة على التو سيرفيس اللي نسميهم بالماتيريا البا والكالكولاس. الكالكولاس احنا نعرفه هو فد هارد ديبوزيت موجود على التو سيرفيس، واحيانا حتى صب جنجايفالي جوا الجنجايفال مارجن، هذا هارد يصير يعني عكس الدنتال بلاك. احنا الدنتال بلاك قلنا هو soft deposit. زين
بعدش عندنا ما يسمى بالماتيريا ألبا اللي هي هم سوفت اكيوميليشن من البكتيريا والفود والتشو سيلز، لكن هاي شبيها عكس البلاك انه هي easily displaced from to surface، حتى يعني بالووتر سبلاي كلش سبلاي العفو كلش بسهولة تروح. فتختلف ماتيريا ألبا عن الدنتال بلاك بشنو؟ انه هي صح سوفت بس ممكن ايزي من فرونت تو سيرفيس، بينما الكالكولاس لا هارد ديبوزيت مو سوفت ديبوزيت، وطبعا ديفيكالت تو ريموف فرونت تو سيرفيس. فراح اجي اصنف الدنتال بلاك الى حسب مكانه يعني بالدنتيشن الى سوبرا جنجايفال وسط جنجايفال. السوبرا جنجايفال من اسمه هو اللي يكون الون في الجنجايفال مارجن، والساب جنجايفال هو اللي يكون بلو الجنجايفال مارجن ما بين التوث والجنجيفة، يعني بين التوث والجنجايفال سالكولار ابيثيليوم اللي يسوينا لاينين في الجنجايفال سالكس. سوبرا وساب جنجايفال سالكس حسب مكانه. اكو فد ستاديز قسمت البلاك حسب مكانه الى توث اسوشيتد ريجن وتيشو اسوشيتد ريجن للساب جنجايفال بلاك. الساب جنجايفال ممكن نقسمه الى توث اسوشيتد يعني هو اندر الجنجايفال مارجن، لكن وين مكانه وين صاير بي ادهيرنج على جهة التوث مو على جهة الجنجيفا او التشو مال الجنجايفال سكس، هذا نسميه توث ادهيرنج. هذا طبعا الايفكت مالته ممكن انه يسوي لي كالكولاس في المستقبل، وممكن يسوي لي حتى روت كاريز، زين، لان هو صاير صاب جنجايفالي قريب من الروت مال التوث، ممكن يسوي لي روت كاريز. التشو اسوشيتد هذا ممكن يسوي لي يعني بريودنتايتس او يعني ديستركشن بالبريودنتال تشو، لان صاير كونتاكت ويا من ويا جهه التشو من الجنجايفال سكس. هذا هنا الصورة موضحت لكم، اكو عندنا حتى هذا التوث اتاشت اللي هو هذا، خلينا نقول احنا هو الروت سيرفيس او التوث سيرفيس، هذا اتاشمنت المنصاير ويا التوث، هذا هو التشو اتاشت. اكو حتى ان اتاشت بلاك نسميه، هذا موجود يعني فبريمنت او بارتكلز من البلاك موجودة بالسبيس مالت الجنجايفال سلكاس. دنتال بلاك برايمري قلنا من يتكون من المايكرو اورجانيزم، بحيث انه جرام واحد من البلاك ممكن يحتوي لي على 2 في 1011 بكتيريا. زين بعد بالاضافه الى البكتيريا ممكن القى ييست، ممكن القى بروتوزوا، ممكن حتى القى فيروس بالدنتال بلاك. المايكرو اورجانيزم هاي بنتم طلب لك شلون يعني هيك متجمعة سوية؟ اكيد اكو فد انتر سيلولار ماتريكس جمعها سوية، انكلوز الانتر سيلولار ماتريكس. هاي الماتريكس متكونة من هوست سيلز مثل الابيثيليال سيلز الماكروفاج والليكوسايت. تقريبا 20 إلى 30% من الفوليوم مالت البلاك او الماس مالت البلاك هي عبارة عن انتر سيلولار ماتريكس. الانتر سيلولار ماتريكس طبعا بيها اورجانيك وان اورجانيك ماتيريالز. مين جايتني هاي الماتيريالز؟ جايتني من السلايفة ومن الجنجايفر كريبيكلير فلويد اللي حكينا عنه، واللي قلنا هو موجود بالجنجايفر سلكس وينفرز من الهوست تشو ويزيد خصوصا بحالة الانفلاميشن، فهو يعتبر سورس للانترسيلر ماتريكس مالت الدنتال بلاك. وحتى هي البكتيريا البرودكت اللي تطلع من الميتابوليت مالت البكتيريا هي ايضا موجوده للانترسيلر ماتريكس. هذا الكلاسيفيكيشن مالت السوبرا والسب جنجايفال بلاك. السوبرا جنجايفال
نسميه اما كورونال او مارجنال او فيشرال. الكورونال موجود على الكراون، يعني على الكراون مال التوث. المارجنال موجود على المارجن مال الجنجيفا، والفيشرال هذا يكون موجود بالفيشرز الجروفات الموجوده بالتوث سيرفيس. الوسطى الجنجيفا قلنا هو اللي توث اسوشيتد اتاشمنت في التوث، والتشو اسوشيتد والانا اتاشمنت. شلون يتكون الدنتم الذاك؟ هسه راح نجي نفتهم كل هذه المعلومات. احنا نحتاج نعرفهن، حتى لان كل شيء اثر على التريتمنت بلان او الديسيجن راح اتخذه من اسوي تريتمنت للبيشنت. يعني يجوز هذا البيشنت من خلال الفحص ومن خلال انا معرفتي بالدنتال بلاك بفيزت وحده اسوي له مثلا بس سكيلينج، اطير يعني اعلمه على الاورال هايجين ميجرز مثلا، واقول له ها هي اكو بيشنت لا احتاج جزء اسوي يا ريجولار فيزيت. فلازم نعرف هو البلاك شنو، منين يتكون، شلون دي يتكون، شلون دي يسوي اتاشمنت للتو سيرفيس. فهو هسه احنا خلينا نجي نشوف هذا شلون صار بي فورميشن وهيك صار بي ادهيرنج على التو سيرفيس. اني ورا يوم او يومين ممكن البيشنت اللي ما نطبق الاورال هايجين ميجرز مالته اللي هي مثلا التوث براشينج الدنتال فلوسينج، ورا يوم او يومين اقدر اشوف كلينيكال يعني اشوف بعيني البلاك متجمع على الاقل سفلى جنجايفال، يعني متجمع على الجنجايفال مارجن او على الكراون مال التوث. فاني من اشوف هيج حاله، يعني أنا من دا أفحص بيشنت ودا أشوف البلاك هذا بعيني موجود على التوث سيرفيس، أخلي ببالي إنه هذا البيشنت هو poor oral hygiene measures. يعني جو صار ليومين ثلاثة ما نفرج، حسب بعد هي الأماونت مالت الدنتال بلاك الموجودة على التوث سيرفيس. المراحل مال تكوين البلاك راح نبدي اول شيء يتكون عندنا ما يسمى بالبليكل او الاكواير بليكل، او ممكن نسميها بالانامال بليكل، ان هي حتتكون على الانامال سيرفيس، يعني كلها نفس الشيء نفس الاسماء بس هي بصورة عامة اسمها بليكل. وراها راح يصير عندي انيشيال colonization او primary colonization بكتيريا وبعدين secondary. هسه نحكي على الفورميشن مال البليكل شلون هاي حتتكون. طبعا كل السيرفيسز الموجوده بالاورال كافيتي حتى ال يعني الهار والسوفت تشو، مو بس الهار، البليكل تكون موجوده على الهار وعلى السوفت تشو، راح تكون مغطاة بلاير من الأورجانيك ماتيريال. شو نسميها؟ هي اللي قلنا عليها بليكل. منين جتني هاي البليكل؟ من السلايفة، من الفيرفير فلويد، وحتى من البكتيريا والهوست تشو سيلز تكونت عندي. خلينا نقول البليكل، هاي البليكل راح تغطي لي الشكو سيرفيس موجود داخل الأورال كافيتي. تحتوي طبعا على يعني بروتينات، جلايكوبروتين مثل ايش، مثل الميوسين، الهستيدين، هذا اللي هنا اصلا اللي ماخذتهم هي اصلا من السلايفة. اكو فد ميكانيزم انفولفد بهذه الانامال فاليكل، هي هاي الانامال فاليكل ايش راح تسوي طبعا للمستقبل؟ هي اللي راح تسوي لي الكوميونيكيشن ما بين التو سيرفيس والبكتيريا. البكتيريا بصورة عامة ما تقدر دايركتلي يصير بها اتاتشمنت على التو سيرفيس او الانامال سيرفيس، لازم اكو بليكل حتى على الجنجيفا. احنا ايش قلنا؟ قلنا البليكل هي تغطي للهارد والسوفت سيرفيسز الموجودة بالاورال كافيتي. من تتكون هاي البليكل هسه راح تخضع الى نسميها الفيتروستاتيك او ما تسمى نسبة للعالم اللي اخترعها او سماها باندير وول فورسز. هاي الفيت فورس تؤدي بالنهاية الى الكوميونيكيشن ما بين التوث سيرفيس والبكتيريا عن طريق طبعا يعني اختلاف بالشحنات، انه هسه هم موجود طبعا هذا بنات المحاضرة،
على اعتبار انه البكتيريا هي التشارج الموجوده على الاوتر سيرفيس مالته هي نيجاتيف، والانامول او التو سيرفيس هم نيجاتيف تشارج، فهذول وحده تنفر الثانيه. الانامول فاليكل عن طريق هذين الموجودات عندها البروتين الجلايكوبروتين وهاي المكونات مالتها كلها، راح تسوي مثل التجاذب يعني بين ذني الشحنتين المتشابهات، هذا ما يسمى بين فاندير والز فورس. يعني أنا الفليكل أكثر أشوفها على أو ديتكتد على الإنامول سيرفيس within 1 minute. يعني أنا فرشت أسناني كملت ورا دقيقة واحدة، إذا أمرت أصبعي يعني بتشيل يعني جنتلي على التو سيرفيس، راح أحس أكو فلتيك وزيت فلت لاير موجودة على التو سيرفيس، هي هاي ترى الفليكل أو الإنامول فليكل اللي تكونت. ورا 2 hours هاي الفلسفة راح تكون equilibrium ما بين absorption و detachment. ايش راح يصير بيها؟ maturation. بعدين ورا several hours يعني ورا 1 minute انا راح اقدر اشوف الانامول فليكل تكونت على 2 surface. ورا 2 hours راح يصير اكو عندي equilibrium ما بين الابزوربشن والديتاتشمنت مال هاي الفليكل، يعني انه تجمع هاي المكونات مالتها وانه يصير بيها ديتاتشمنت. ورا several hours لا، راح يصير بيها maturation بعد. زين، فهي كفانكشن شو تسوي؟ تسوي لي مثل protective barrier ولابريكيشن للسيرفس. زين، بحيث انه تمنعني التشو ديسيكيشن. يعني شنو؟ ما تسوي لي شو راح نقول، مثل ترطب لي التشو الموجوده او السيرفيس الموجوده بالاورال كافيتي، ما تخلي يصير بيها جفاف، فمثل بروتكتيف بارير. بنفس الوقت هي توفر لي سبستريت او فد ماده او طريقه بحيث البكتيريا يصير لها attachment لل oral surfaces. يعني هي صح تحميلي الستركتشرز الموجودة بال oral cavity من الجفاف، لكن نفس الوقت هي اللي توفر لي substrate للبكتيريا حتى يصير بها attachment directly لل يعني لل to surface. العفو، مو directly، يعني هي عن طريق الانامول فليكل. هاي يعني مثل ملخص للفانكشن مالت الدنتال فاليكل. هسه احنا قلنا صار ورا فيو اورز صار عندنا ماتشوريشن بالانامول فاليكل، ومن صار عندي ماتشوريشن راح يبدي عندي المرحلة الثانية من البلاك فورميشن. لا تنسوا احنا اصلا بنحكي على البلاك فورميشن شلون يتكون. خلصنا اول مرحلة، المرحلة الثانية هي الانيشال كولونايزيشن of the two surface. يعني شنو initial colonization؟ يعني راح يبدي يتشلب بالمايكرو اورجانيزم. من كونت عندي الفليكل راح تبدي تجذب لي المايكرو اورجانيزم. احنا صح نسوي توث براشينج، بس هو هذا التوث براشينج ما يوخر لي كل المايكرو اورجانيزم الموجوده بال ماوث، فراح تبقى عندي بكتيريا. هاي البكتيريا يعني ومن تكون الفليكل كان بي ديتكتد within 3 minutes تقريبا، بس صار يعني الانامول سيرفيس اللي هو كلين بس اكسبوز لل يعني الاورال انفايرمنت within 3 minutes، راح اقدر يعني اسوي ديتكشن للمايكرو اورجانيزم على الانامول سيرفيس او التو سيرفيس. حضور يعني مو تنسون او تسجلوا حضور. طبعا مو كل انواع البكتيريا موجوده بالاورال كافيتي تقدر تجي دايركتلي وتشلب بال تو سيرفيس، لا، اكو ما يسمى يعني عندها مولكيولز معينه هي تتكون من بروتينز وكربوهيدرات، هاي موجوده على السيرفيس مال البكتيريا. يعني مو كل البكتيريا عندها هاي المولكيولز او ما تسمى بالادهيسين. هاي الادهيسين
هي اللي راح تسوي لي انتراكشن ويا الدنتال بليكل. بعض الانواع عندكم بعض الانواع من المايكرو اورجانيزم عندها على الاوتر سيرفيس مالتها جزيئه نسميها بالادهسين. هاي الادهسين هي عباره عن بروتين او كربوهيدرات، يعني في الجزيئات من البروتينات والكربوهيدرات موجوده على الاوتر سيرفيس مال بعض البكتيريا، لكن مو كل انواع البكتيريا بعضها، فقط هاي البكتيريا لها القابليه انه يصير بها انتر اكشن ويا الدنتال بليكل اللي تكونت على التو سيرفيس او على اي سيرفيس بالاورال كافيتي. راح يصير انتر اكشن ويا ريسبتورز معينه موجوده على السيرفيس مالت الهوست بليكل بينها وبين الادهيسين، راح يصير هذا الكونتاكت وتجي المايكرو اورجانيزم تشلبك تستقبل الامون سيرفيس. زين، مثل ايش هاي البكتيريات؟ مثل ايش؟ مثل الـ يعني الستريبتوكوكاس اللي هي طبعا اكثر شيء شو تصير اكثر شيء اللي هي جرام بوزيتيف بكتيريا اكثر شيء، تقريبا 60 إلى 80% من هاي الجينات هي ستريبتوكوكاس. زين، بعدين شوية شوية راح تجيني السبيشيز اللي هي ما تقدر تعيش بدون الأكسجين اللي هي obligate eros مثل هيموفيلوس. بعدين راح تجيني السبيشيز اللي تقدر تعيش أو بوجود أو غياب الأكسجين اللي هي إحنا نسميها facultative anaeros. وراها راح تجيني السبيشيز اللي ما تقدر تعيش بوجود الأكسجين، يعني لازم ماكو أكسجين يلا تقدر تعيش. آخر شيء هاي طبعا راح تجي يصير بيها كونتاكت بهذا الميكروبيال كوميونيتي. كل هاي السبيشيز أسميها شنو؟ أسميها primary colonizer، primary colonizers of two surfaces. هاي primary colonizers راح تعطيني بنفس الوقت new binding sites ل other colonies من البكتيريا. زين، حتى تجي ترتبط other colonies اللي هي ما قدرت ترتبط primary. ليش؟ لأنه هي ما عندها الأدهسين اللي حكينا عليه، فبصورة غير مباشرة راح ترتبط عن طريق primary colonizer، راح تعطيني new binding sites لهاي البكتيريا، راح يصير بيها فد metabolic activity بحيث راح تغير لي اللوكال مايكرو انفايرومنت هاي اللي تكونت. زين، وتأثر يعني تغير لي الانفايرومنت بحيث راح تجيني من وراها. اخر شيء قلت لكم راح تجيني البكتيريا اللي هي ما تقدر تعيش بوجود الاكسجين اللي هي اوبليجيت ان ايروبس. شلون هاي راح تجي تعيش بعد؟ هاي البرايمري كولونايزر راح تسوي لي فد تشينجز، يعني اللي شنو تشينجز؟ هي ريموفينج الاكسجين، راح توخر لي الاكسجين بالمايكرو انفايرومنت اللي تكون عندي، بحيث تصير قد الاوبليجيت ان ايروبس تجي تو سرفايف وجروث بهذا المايكروبيال كوميونتي. هالحالة صار عندي، صار عندي secondary colonization والبلاك ماتوريشن. زين، عن طريق قلنا الاتاتشمنت ما بين البرايمري كولونايزر طتني النيو بايندينج سايتس للسكندري كولونايزر. هاي العملية نسميها كو ادهيجن، كو ادهيجن بين المايكرو اورجانيزم. هذا الكوالهيجن من صار راح يؤدي الى development of microorganism وgrowth، يعني واللي هو eventually حيعطيني mature biofilm او mature plaque. هل عملية هي كلها تكون اني هسه عندي dental plaque؟ زين، نعم، من يصير عندي ترانزيشن من السوبراجينجايفال دنتال بلاك للماتور بلاك اللي هو جراوند بوين بيلو جينجايفال مارجن، راح يصير عندي شيفت بالبوبوليشن
مال المايكرو اورجانيزم من برايمري جرام بوزيتيف اورجانيزم الى يعني جرام نيجاتيف بكتيريا. قلنا لان احنا راح يصير عندنا نسوي لي البرايمري كولونايزر راح يسوي لي انفايرمنتال تشينجز بحيث تخلي الان ايروبس راح تجي تعيش بهذا الانفايرمنت، فحتى البكتيريا الكميونتي مالتها راح يختلف، من الجرام بوزيتيف راح تكون اكثر بريدومينانت منه، بعدين الجرام نيجاتيف بكتيريا واللي هي اكثر شيء راح تكون وين موجوده صوب جنجايفالي. خلصنا احنا هسه البلاك فورميشن والمراحل مال تكوينه، هسه خلينا نيجي على المايكروسكوبيك والفيسيولوجيك بروبرتيز مال الدنتال بلاك، مايكروسكوبيك ستراكشر وحتى البروبرتيز مالته. جرام بوزيتيف كوكاي او شورت روز حتكون بريدومينانت على التوث سيرفيس بال دنتال بلاك، بينما الجرام نيجاتيف روست وفيلمنت راح القاها وين؟ بالماتشور بلاك ماس او خلينا نقول اكثر شيء صاب جنجايفالي. اكو عندنا ما يسمى بالكورن كوب ستراكشرز ايضا اوبزرف، هذا هو شنو؟ يعني هو عبارة عن سيل تو سيل انتر اكشن او سو ايفيدنت from the concave structure of يعني اللي بيكون اشكال هن البكتيريا تكون او كولونيز شلون المخروط مال الذره يكون شكلهن راح يكون interaction بين الرود shape bacterial cell تعطيني الكورنكوف structures يكون شكلهن مثل المخروط مال الذره. طبعا شيء طبيعي بالتالي السوبر جنجايفر والساب جنجايفر بلاك ككومبوزيشن راح يختلف، يعني مايكرو اورجانيزم الموجوده في السوبر والساب جنجايفر تختلف، زين لان اكو مثلا بالساب جنجايفر اكو لو ريدكشن اوكسيديشن يعني الاكسجين هناك قليل، فكولونيز معينة من البكتيريا ممكن انه فقط تنمي بهاي الانفايرومنت، ما ممكن تنمي مثلا سوبرا جنجايفالي لما اكو هواي اكسجين. وايضا بالساب جنجايفال ما ننسى البرودكت الموجودة مال جنجايفال كريكال فلويد اللي يوفر ايضا نيوترينت معينة لانواع معينة من البكتيريا، فلذلك راح يختلف الكومبوزيشن مال البكتيريا. فأكثر شيء بالديبر بارت مال البوكيت راح أشوف فيلامنت زين أورجانيزم واللي هي راح تصير طبعا بالأبيكال بورشن راح تصير كلش قليلة أو حتى أبسنت، يعني فيلامنت مثلا بالأبيكال بورشن مال البوكيت ما تقدر تعيش لأن الانفايرومنت راح تختلف عليها. ابيكالي بال يعني بريلنتال بوكيت البوردر مالت البلاك ماس او الكميونتي هاي مالت البلاك مفصولة عن الجنكشنال ابيثيليوم طبعا بلاير من الليكوسايتس اللي هي السورس مالتها من الهوست تشو. زين هنا عندنا شنو الفاكتورز اللي تأثر على السوبرا جنجايفال دنتال بلاك فورميشن فاكتورز؟ عندنا بالفيرست 24 اور ستارتنج فروم
اكلين توست افيس بلاك كروت شبيه. يعني ما حنشوف فد ذيك الكمية من الجروت مالت البلاك. خلينا نقول انه البلاك جروت بهاي المرحلة 24 اور من الافتر يعني كلينيك ليتو سيرفيس. خلينا نقول نقلي قبل ما نقدر نشوفه كلينيكالي. زين ليش؟ لانه هو اصلا في البلاك لازم يوصل فد certain size أو certain mass من thickness بحيث إنه أني هو easily detected by يعني نقدر نشوفه بالعين المجردة. خلينا نقول ورا 3 أيام following 3 days هاي حتى إحنا نحكي ورا 24 ساعة ما أشوف إيش الكمية من البلاك. ورا 3 days يعني راح يصير هنا عندي progression بال growth مالت البلاك بحيث أقدر أشوفه clinically after 4 أيام 30% تقريبا من الكورونال توث اريا راح اشوفها مغطاة بالبلاك 30% بحيث يصير كلش واضح. زين توبوغرافي اوف سوبرا جنجايفا بلاك. شنو التوبوغرافي؟ التوبوغرافي يعني جغرافيا خلينا نقول البلاك شلون يتكون. احنا قلنا هو اذا كان طبعا على انامال سيرفيس او خلينا نقول سموث سيرفيس بغض النظر توث او اي ستراكشر ثاني الجروث مالت البلاك راح يتبع تيبيكال توبوغرافيك باترن. يعني خلينا نقول شنو يتبع الشكل مال السيرفيس اللي هو عليه. زين راح يكون خلينا نقول يعني نشوف انه دائما وين يكون along the gingival margin وحتى بالinterdental space. خلينا نقول بهالمناطق الجروث مالتي البلاك راح يكون له فد typical topographic pattern. هاي الاريا طبعا تكون protected against يعني مو كلش تتعرض للفورس مال الماستيكيشن مال تشوينج ومال السوالونج فما يصير بيه ديتاتشمنت بسهولة. فنشوف انه من يتراكم على هاي السيرفيسز راح يكون له فد فتر معين او نمط معين بالاكيوميليشن. من يجي عندنا مناطق اخرى بالاورال كافيتي السيرفيس يكون الريجولار راح نشوف انه البلاك راح يتبع هذا الريجولاريتي راح نسميه بالانديفيدوالايزد بلاك جروث باتر. يعني مو التوبوغرافي هسه هنا راح يصير انديفيدوالايز. يعني احنا بس بهاي المنطقه اللي بيها الريجولاريتي راح نشوف اكو تشينج او ديفرنس بالباتر مال الجروث مال البكتيريا. زين بحيث يعني بس خلينا نقول شويه يصير اعتناء بالاورال هايجين ميجرز نشوف انه راح يبدي هذا البلاك يقل بهاي المنطقه. لذلك الريجولار او الراف سيرفيس للاورال كافيتي يعتبر هو فيفربل فاكتور او فيفربل سايت للجروث مالت البكتيريا او البلاك. يعني البلاك يفضل هاي المناطق بالجروث راح نشوفه هو اكيوميليتد بيها اكثر من المناطق اللي هي تكون سموث مثل الجنجيفال مارجن او الانامال سيرفيس. زين طبعا هذه الرف او خلينا نقول الريجولاريتيز الموجوده بالاورال كافيتي مثل الكراون مارجنز الاسنان اللي نلبسيها كراونات او الامبلانت ابوتمنت او حتى البيشنت اللي لابسين دنتشرز و يعني هذا من البارشال راح يكون على البيسز مالته خصوصا اذا هم يعني باد اورال هايجين راح نشوف انه اكو فد كمية بلاك متكومة على هاي البوردرات اكثر من باقي الاسنان الطبيعية. طبعا بس يرجع البيشنت يتميز اسنانه او يحسن عند الاورال هايجين ميجرز لاحظ انه هذا البلاك هو اصلا راح اوريدي ريجست. زين الفاكتور اللي تأثر على البلاك هي طبعا حسب الدنتيشن من منطقه لمنطقه بالاورال كافيتي راح يصير عندنا فاريشن بالاماونت مالت البلاك. يعني اكثر شيء احنا راح نشوفها
باللور جو انتيريورلي زين مقارنة بالابر جو، يعني الانتيريور تيث باللور جو اكثر عرضة للاكيوميليشن مالت البلاك، واللي هي طبعا بالتالي هسه ان شاء الله تشوفون يعني من تستلمون بيج تفوتوا فحص راح تشوفون انه فعلا هو اكثر شيء البلاك وحتى الكالكولاس راح تلقوه انتيريورلي خصوصا لينجوالي مقارنة بالانتيريور مالت الابر اللي هي قليل يتجمع عليها البلاك او الكالكولاس، وبوستيريورلي بالبكال اريا مالت الابر اكثر من اللور وحتى اكثر من اللمبور، فهذا من منطقه لمنطقه يختلف الاكيوميشن مالت البلاك. ايضا الجنجايفال انفلاميشن والسلايا بالمناطق اللي يصير عندنا بيها جنجايفال انفلاميشن راح نشوف انه اكو كميه اكيوميشن للبلاك او البلاك ماس حتكون اكبر من المناطق اللي هي او الاسنان اللي سراوندد بهيلث الجنجبه، يعني هو شيء طبيعي هذا اللي احنا بالانفلاميشن مالت الجنجبه هو بيزيد عندنا الاماونت مالت الكريبيفير فلويد مالت الجنجايفال فلكس واللي هو ينطيني فد مينرالز معينه او اكزوليت معينه مثل البروتينات الكربوهيدرات اللي هي طبعا تعتبر فيفرابل للكولونايزيشن والجروث مالت البكتيريا، يعني البكتيريا تعتبرها كنيوترين، لذلك احنا راح نشوف انه البلاد اكيوميشن اكثر على المناطق اللي بيها انفلينت جنجبه. زين ايضا الايج اكو دراسات يعني هو كانوا يعتقدون انه كل ما يزيد الايج مال البيشنت البلاك اكيوميشن مالته يزيد، واكو دراسات تثبت انه لا اصلا انه الايج ماله اي علاقه ما ياثر على الاكيوميشن مالت البلاك. اكو بعض الكلينيشنز يعتقدون انه البلاك spontaneously removed the middle surface خلال يعني during the eating انه البلاك ما يتجمع على التو سيرفيس لانه الايتنج تسلط في التشوينج وماستيكيشن وسوالونج فورس هاي كلها توخر البلاك من التو سيرفيس، لكن الدراسات اثبتت عكس هذا ماكو هيجي شيء لانه البلاك هو كلش قلنا احنا من البدايه عنده فيرم اتاشمنت بينه وبين السيرفيس عن طريق الانامال بيليكل موجوده فصعب انه يوخر بهيجي فورس. حتى البلاك اللي صاير اكو بلاك يتكون على الاوكلوزال سيرفيس هذول اللي كلش يعني نيجلكت الاورال هايجين نيجلكت البراشنج راح تشوفون حتى بالفيشرز مالت الاسنان خصوصا يعني البوستيريور راح تشوفون اكو بلاك، فحتى الاوكلوزال فورس هي شقد قويه الاوكلوزال فورس تتصرف على الاسنان حتى هذه ما تقدر توخر البلاك من هاي الفيشرز. اكو اكثر من هايبوثيسيس صارت تشرح خلينا نقول الباترن او الطريقه مال البلاك انه يسوي لي periodontal disease أو شنو الريسبونس اللي يسوي ليها على التشوه الموجودة بالأورال كافيتي. إنه إذا كان small amount أكو هي طبعا دراسات تقول إنه الـ accumulation مالتي البلاك زين راح يزيد ويا الوقت كل ما اهمل البيرسون الاورال هايجين مالته راح يصير عندنا افراز من هذا البلاك راح يفرز لنا يعني خلينا نقول توكسينز اللي هي تاثر لي على التشو تاذيك البريدنتال ديزيز. فاكوردنج الى يعني هاي الدراسات انه
إذا كان عندي أني سمول أماونت من البلاك، سمول أماونت من البلاك فقط موجودة على التو سيرفيس، هذه الأماونت ممكن إنه أسوي لها نيوتراليزيشن ويا الهوست تشو بحيث ما تسوي لي ذاك الدمج أو الإفكت على البريدنتال تشو. بنفس الوقت اللارج أماونت يعتقد إنه هي راح أوفركم الإيميون ريسبونس أو الإنفلاماتوري ريسبونس مالت الهوست، لأن هنا عود راح تزيد الأماونت مال التوكسنز اللي تفرزها البكتيريا، لأن أنا عندي لارج أماونت هنا فراح تأدي لي إلى بريودنتال ديزيز وديستراكشن بالتشو. زين بس بنفس الوقت شافوا إنه أكو يعني خلينا نقول مناطق من بالأسنان أو بالأورال كافيتي أكو موجود عليها بلاك وحتى كالكولوس وصاير عندهم جينجيفايتس، لكن ما وصلوا مرحلة البريودنتايتس، وأكو مناطق أخرى أو سايت أخرى أو أشخاص معينين خلينا نقول ما عندهم بيجي الأماونت من البلاك لكن صاير عندهم بريودنتال ديزيز أو بريودنتايتس. زين، فصارت يعني شلون خلينا نقول هذه الفايندينغز أدت إلى عدة دراسات. زين، أول وحدة منها هي السبيسيفيك والنون سبيسيفيك بلاك هايبوثيسيس. النان سبيسيفيك بلاك هايبوثيسيس شو تقول؟ تقول انه انا كل ما اسيطر على شلون يعني اقول اسيطر على البريدنتال ديزيز شلون؟ عن طريق انه انا اقلل او اسيطر على الاماونت مالت البلاك اكيوميليشن، يعني سواء اعلم البيشنت على الاورال هايجين الصحيحه، طريقه الترويج الصحيحه، اعطي ميديكيشن معينه، اسوي له ديبرايدمنت للبلاك للكالكولاس اللي عنده. زين، هاي الطرق كلها تؤدي الى انه يقل الدنتال بلاك، فراح يقل عندي الاصير او يصير عندي كنترول على البريدنتال ديزيز. هاي نسميها بالنون سبيسيفيك بلاك هايبوثيسيس. زين، السبيسيفيك بلاك هايبوثيسيس شو تقول؟ تقول انه اكو pathogens او يعني خلينا نقول فد accumulation مال البلاك، هذا accumulation هو يكون pathogenic بغض النظر عن الاماونت مالته. يعني حتى لو انا عندي اماونت كلش قليله من البلاك اللي هي حسب النون سبيسيفيك المفروض اني اسيطر عليها عن طريق انه اقلل الكميه مالتها، لكن لا، اكو مرات هي pathogen معينه تكون هي كلش pathogenic باثوجينيك بحيث تسوي فد ضرر على البريودنتال تشو اسرع من غير بكتيريا، او عندها فد خلينا نقول تفرز توكسينز معينه تسوي دامج للبريودنتال تشو اكثر من سبيشيز اخرى تعطيني بالتالي بريودنتال ديزيز. يعني تشرح لكم هذه الفكره بصوره عامه. الايكولوجيك بلاك هايبوثيسيس هاي خلينا نقول جمعت بين الاثنين بين السبيسيفيك والنان سبيسيفيك. الايكولوجيك بلاك هايبوثيسيس هي كانت فد اتمت تو يونيفاين الثيوريز الاثنين اللي هسه حكيناهم. حسب الايكولوجيك بلاك هايبوثيسيس انه شغلتين يأثرن على الـ response مال التشو للـ presidential disease، هم الـ total amount مال تبلاك زين، وهم الـ pathogenicity أو الـ presence of specific microbial composition بالـ dental بلاك. إذا هذا الـ composition المعين كان موجود بالـ microbial community راح خلينا نقول يزيد الـ incidence مال الـ presidential disease. هذا الاثنين عود contribute للـ التشو إنه تنتقل من health للـ disease. هو شنو الشرح مال هاي النظريه؟ شو يقول بيها؟ يقول انه المايكرو اورجانيزم بالدنتال بلاك خلينا نكون تكون ان دايناميك اكوليبريم او مايكروبيال هيموستاسيس خلينا نسوي ب
بالحالة الطبيعية بالhealth associated dental plaque، يعني لما هو أنا عندي dental plaque لكن التشو healthy ما سويت لي disease. زين الهوست تشو الاكستنت معينه تقدر تسيطر لي على الستارج جنجايفال بلاك، اللي هو الستارج جنجايفال هو اللي يسوي الدستركشن بالتشو. زين عن طريق يعني هو الاميون ريسبونس واللو ليفلز من الجنجايفال في البيبر فلويد. من يصير عندي اكسسيف اكيوميليشن، من يصير عندي اكسسيف اكيوميليشن للبلاك اللي هنا هنا يمشي ويا ان سبيسيفيك اللي قاعد كل ما تزيد الاكيوميشن مال الدنتال بلاك احنا تزيد عندنا بريدنتال ديزيز. احنا بالحاله الطبيعيه كانت دايناميك ايكوليبريم، صار عندي انكريز او اكيوميشن بالاماونت مال الدنتال بلاك، صار عندي يعني خلينا نقول انه هذا الايكوليبريم راح يتخربط. الاميون ريسبونس بعد ما تقدر تسيطر يعني على المايكرو اورجانيزم، يعني هي كمية صارت اكبر. هاي الحالة ايش وقت تصير؟ شغلات معينة، يعني انا هذا دايناميك اكوليبريم شنو راح يغير لي؟ اما صار عندي اكسسيف اكوميليشن للبلاك هنا هو اللي شنو دا يقول اللي هو دا يتفق ويا النون سبيسيفيك، او قد شي يصير عندي قد يصير عندي انكريز بالبلاك بس نتيجة مو يعني انكريز بالاكوميليشن لا، وانما هو الهوست نفسه صار عنده في تشينج بالاميون سيستم اميون ديسوردر، او مثلا صار عنده هرمونال بالانس امبالانس، يعني خلينا نقول تشينجز بالهرمونال بالانس، خصوصا مثل البريجننت بيشنت اللي يصير عندها مثلا انكريز بعض الهرمونات المعينه. هاي الهرمونات المعينه هي فد فيفربل نيوترينت لبكتيريا معينه هي موجوده بالمايكرو اورجانزم اللي مكونت لي الدنتال بلاك. ففي هالحالة الإكوليبريم راح يتغير. ليش؟ لأنه اختلف عندنا احنا الانفايرومنت مالت الهوست هي اللي تغيرت. زين فراح خلينا نقول تتحفز هاي البكتيريا المعينة اللي تحب مثلا هذه الهرمون المعين اللي زاد تركيزه هنا عندنا بالجنجيفا، فراح تصير مور باثوجينيك في هالحالة. زين مثلا البيشنت قام يدخن سموكينج، الدايت مالته اختلف، صار بيفه تشينجز، يعني كلها هاي انفايرمنتال فاكتور. يعني زين راح بالتالي يجوز يصير عندي هاي سيكريشن للجنجيفال فلويد، راح يصير عندي كله شيفت بالبالانس اللي اجيب الى انفلاميشن. فهاي ايكولوجيك خلينا نقول انه هي سوت في اليونيون بين الهاي كوانتيتي السبيسيفيك والنون سبيسيفيك. احنا هنا طبعا بعد ما راح نكمل ان شاء الله كنا نكمل هذا الباقي على المحاضره الجايه، بس يعني اقروا هذا اللي اخذناه حتى من نكمل يعني ما تتيح عليكم السالفه وتدخلون وتربطون الشغلات اللي ما كملناها. يعني شكرا جزيلا.